ايش يا هنودة تسوي لهم فطور؟ هو احنا احيانا يعني اجيب لهم فطور من يعني مطاعم الفطور. بس ايه الحين هم شوية متأخرين ما يمدينا. يعني ما هم متأخرين على المدرسة؟ متأخرين على انه نروح نوقف عند مطعم ونطلب. فقلت ايش؟ قلت اسوي لهم فطور بيض. شو ساندويتش في جبن، جبنة سائلة وبيض وقشطة وطماطم طماطم خيار بيض جبن جبنة مش جبن. وش الحكاية الحين على السريع؟ الطماطم والخيار ساعديني عشان خلص بسرعة. الخيار والطماطم بعطيك الحين، انت قطعي معي. ها قطعي معي. طيب ما نحتاج خيار. شوفي قطعي خيار طماطم. طيب اوكي ناخذ الخيار. يلا الطماطم هذه هاتي اللوح لنا بسرعة. هاتي اللوح. ليش؟ يلا لوح لوح التقطيع. Cutting board, cutting board for the vegetables. عندي. Yeah. In the drawer. Yeah. يعني لا نفع لا عربي ولا إنجليزي. I know cutting board. Yeah. Cutting board. على السريع أربع بيضات. الاثنين حلوين. يجان في فدوتها الزينة تقطع. كذا؟ ها أيوه. ولا البيض خلاص، البيض خلاص. يعني الصامولي سخنته هون ويلا أحلى صامولي. عندي في الغرفة ما عندك شيء؟ وعند رؤى، عند رؤى في غرفتها فيه. اسرع اسرع يلا. إذا جبنا سائلة. اوكي اخذ ملعقه من هنا، ملعقه ذهبيه. طيب البيض وهذا شلت هنا، خليته فاضي، شلت الحشوه عشان احط مكانها البيض عشان ياخذون كتاكيتي بروتين بما فيه الكفاية. شفتوا كيف؟ استعانونا ما تحب ال ما ادري ايش مشكلتها مع الطماطم، ما تحب الطماطم. خلاص المهم طماطم. اوه طماطماية خيارية وجزراية. طماطم اوكي شويه ملح خيار. هذا ساندويتش بالزوز. خلوني ازيد طماطم. يلا حبيت ساندويتش طماطم للفائده للفائده. اوكي الله شايفين كيف؟ ثم نغلق الساندويتش. ما شاء الله ما شاء الله جميل جدا. الحين ساندويتش ربع نفس الطريقة، شلت اللي حشوة اللي هنا، حط مكانها بيض، حط مكانها بيض.